معايا على التليفون الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة بجنيف. أهلا بك يا دكتور وآسف على الإطالة. أهلا بك ولكل المشاهدين. لا ما في مشكلة. الله يخليك دكتور هيثم، نحن نتحدث عن أنه هناك جريمة أو جرائم متعددة للإبادة الجماعية على الأراضي الفلسطينية، والتي لا تطال فقط قطاع غزة وتشريد أكثر من 2 مليون بني آدم، لكن أنا بتكلم كمان على الضفة الغربية وتخوم ومخيمات وما إلى ذلك. فإنه هذا أو هذه الجريمة الإسرائيلية ممتدة على عموم الأراضي الفلسطينية، وهنا هيجي سؤالي، كيف يرى المجلس الدولي لحقوق الإنسان هذا الأمر؟ هل هناك حراك ما جديد؟ وأنا أعلم أنكم لا تصمتون، ولكن هل هناك حراك جديد تجاه الجيش الإسرائيلي وتجاه هذه الحكومة بسبب كل ما يحدث من جرائم متوالية ومتواترة؟ فقط في هذا، وهذا صحيح، وقلنا نحن منذ بداية الأحداث أن المخطط لن يكون فقط في غزة، وإنما سيطال كل بداية، لأنه التي انتهجت يعني توحي بأنها تريد أن تصل إلى التطهير للفلسطينيين من أرضهم، أي إخراجهم إلى خارج الحدود، ومن ثم إقامة المخطط المرسوم، ألا وهو يعني بات معروفا لدى الجميع، وهي إعادة إحياء غزة ضمن المفاهيم الإسرائيلية، ولا علاقة للكيان الفلسطيني أو للدولة الفلسطينية أو للتاريخ الفلسطيني في المنطقة. هذا كله جعل اللجان الدولية تأخذ مسار يعني مناهض لما كان يعتقد أنها هي تلوز إلى كل ما يدور في الفلك الأمريكي أو الأوروبي أو غيره من هذه الدول الداعمة بشكل مطلق ل نعم. أنا أسمعك يا دكتور، تفضل كمل. نعم، فطبعا ليس مستغربا اليوم أن نرى ما نراه على المستوى الحقوقي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وليس أيضا مستغربا أن نرى هذه النهضة الطلابية التي خرجت في الساحات وطالبت بتطبيق القوانين، وكل مشكلتها مع الأنظمة الغربية أنها قالت نحن ضد الإبادة، ويبدو أن هذا الكلام أزعج البعض في الدوائر الصغرى لدى هذه الحكومات التي يعني هي منخرطة بشكل رئيسي في هذه المخططات الجهنمية يمكن أن نقولها، لأنه عندما تكون أمام أكثر من 110,000 شخص بين شهيد وجريح ومعاق وغيره، طبعا هذا حتى الآن يعني نحن نتكلم عن 225 يوم، فما بالك ما هو مرسوم للمستقبل، سيما أن إسرائيل يبدو في الأفق لا تريد أن توقف هذه الميزرة، وكل ما يصار وكل ما يحاك وكل ما يقال من سجلات بين أعضاء الحكومة وبين الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة يبدو أن هذا كله سقط، وما بقي إلا المخطط الجهنمي الذي تريد أن تصل إليه إسرائيل. طيب دكتور هيثم، يعني كثيرا ما نرى أنه كانت هناك الكثير من تقارير المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أو أنه هناك الكثير من المجالس الدولية كما هو موجود مثلا بالاتحاد الأوروبي إلى آخره، ينظر إلى تقاريرها بمنتهى الجدية، وأحيانا كثيرة كانت تتحرك الحكومات والأنظمة مش بس في قراءة هذه التقارير، ولكن تتخذ خطوات فاعلة تجاه من يتخطون الحدود. لماذا تقف الحكومات صامتة أمام تقاريركم الآن فيما يتعلق بفلسطين؟ هذا أولا يسأل عنه الحكومات، لأنه ليس لدينا أجوبة دقيقة حول ما يحصل اليوم. كل ما لدينا أن هذا التقاعس يبدو مرتبط بمصالح اقتصادية على مستوى الشخصي وليس على مستوى الدولة، لأنه ما يربط اليوم الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل، صحيح أن هذا ارتباط تاريخي، لكن إذا ما أخذت الانتخابات وما قد تؤول إليه الانتخابات، يجب أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية أكثر إنصافا أو أكثر اعتدالا نظرا
للحالة الشعبية اليوم الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. أما فيما يختص بقرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طبعا هذه المقررات ما زالت على جديتها، وهي على وتيرة عالية قد تكون حتى أعلى مما كنا عليه في السابق، لأنه المسألة اليوم أكبر مما أو الحرب اليوم التي يعني تساق ضد الشعب الفلسطيني أكبر، لأنه وصلوا إلى حد أنه لا يعني لن يكتفوا فقط بالحرب المعروفة التقليدية كما كانت في السابق، ولكن يبدو أنهم أرادوا التخلص اليوم من الشعب الفلسطيني بأكمله من الأراضي الفلسطينية. للأسف. أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة بجنيف.